صدق نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حيث قال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أيها الرجال الكرماء، لا يضع الإنسان نساءه في موضع الريبة فيرجو لهن نجاة، فالمرأة ضعيفة وقد تكون بادئ أمرها عفيفة، فتقع بين يدي هؤلاء النسوة المرتزقات فيحرثنها عن سلوكها ويوقعنها في الرذيلة طمعا في مال أو غيرة منها وحسدا لعفتها. قال يحيى ابن عامر التيمي: خرج رجل من الحي حاجا فورد بعض المياه ليلا، فإذا هو بامرأة ناشرة شعرها، فأعرض عنها فقالت له: هلم إلي، فلم تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين. فقامت وتجلببت ثم قالت: هبت والله مهابة، إن أولى من شركك في الهيبة لمن أراد أن يشركك في المعصية. ثم ولت فتبعها فدخلت بعض خيام الأعراب. قال: فلما أصبحت أتيت رجلا من القوم فسألته عنها وقلت: فتاة من صفتها كذا وكذا. فقال: هي والله ابنتي. فقلت: هل أنت مزوجي بها؟ فما ذهبت حتى تزوجتها ودخلت بها، ثم قلت: جهزوها إلى قدومي من الحج. فلما قدمنا حملتها إلى الكوفة وها هي ولي منها بنون وبنات. قال: فقلت لها: ويحك، ما تعرضك لي حينئذ؟ فقالت: يا هذا، ليس للنساء خير من الأزواج، فلا تعجبن من امرأة تقول هويت، فوالله لو كان عند بعض السودان ما تريده من هواها لكان هو هواها. أين تلك المرأة الداعية الحريصة على هداية الناس؟ فكم من النساء وقعن ضحية تلك الدعوات الفاضحة التي تدعو إلى السفور والرذيلة، وكم وكم أعداد هائلة. أين المرأة المصلحة عنهن؟ إن للهداية طعما لا يعرفه إلا من ذاق. فإن كان الله جل وعلا قد يسر للمرأة سبل الخير، فعليها أن لا تبخل على غيرها، أن تدله عليها ليذوق ما ذاقت. كم نحن بحاجة إلى المصلحين والمصلحات الذين يعرفون ما يحيط بهم من الواقع المؤلم الذي يحتاج إلى مضاعفة الجهود لإيقاظ الناس من سباتهم وإيقاظ جدوة الغيرة في قلوبهم.